طيب بعد الموضوع بتاع الجاز اكستشينج هنخش في درس تاني او في موضوع تاني اسمه جاز ترانسبورت، ازاي بقى الغازات بتحمل في الدم. هنتكلم على الاو 2 ترانسبورت والسي او 2 ترانسبورت. بعد اذنك يا دكتور، هو احنا اخدنا ريسبيراتوري فانكشن اوف بلاد اللي هو الجزء اللي في الاول لسه، اللي هو اللي فيه اللي هو فيه الضغوطات بتاعت الغازات، بالظبط، انا ده سايبها اخدناه. للاخر خالص. تمام. اوكي بصوا بقى، الاول نبدا بالاو 2 ترانسبورت. الاو 2 اللي في دمنا موجود في شكلين، في شكل دايب في البلازما او في شكل كيميكال محمول على الهيموجلوبين. ركز، الاكسجين موجود في صورتين، صوره فيزيكال، والصوره الفيزيكال هي الصوره الذائبه من الغاز، والصوره الذائبه هي اللي بتحدد لك ضغط الغاز. احنا قلنا لما بنيجي نوصف الغاز بنوصفه بالضغط، احنا قلنا في بي او 2 وبي سي او 2، دايما الصوره الذائبه من الغاز هي اللي بتحدد ضغطه، وهي اللي بتحدد اتجاه الديفيوجن بتاعه كمان، لان فرق الضغط هو اللي بيحرك الغاز. زي ما قلنا الغاز يتحرك من الضغط الاعلى للضغط الاقل، يعني الاو 2 في جسمنا بيتحرك من فين لفين؟ من الشريان للوريد، لانه في الشريان ضغطه اعلى من الوريد. دي الصوره الفيزيكال، الصوره الفيزيكال هي الصوره الذائبه في البلازما، هي الصوره الدايبه في ميه الدم. اما الصوره الكيميكال هي الصورة المحمولة على الهيموجلوبين، وهما دول الصورتين اللي عندك في الجدول، O2 in physical solution و O2 carried by hemoglobin. الصورة الفيزيكال قلت لك ايه اهميتها، بتديترمن، بتحدد لي البي O2 يعني ضغط الغاز، وبتحدد لي ايضا اتجاه الديفيوجن بتاعه. الارقام اللي جايه مهمه بقى، انا بتكلم على الصوره الدايبه من الاكسجين. في كل 100 ملي دم شرياني عندنا 0.3 ملي اكسجين دايبين، يعني يطلعوا تقريبا لكل لتر 3 ملي، ولكل 5 لتر 15 ملي. انا بتكلم على الصوره الدايبه، الصوره الدايبه في كل 100 ملي دم شرياني عندك 0.3 ملي اكسجين دايبين. حلو. وفي كل 100 ملي دم وريدي عندك 0.13 دايبين. الفرق ما بينهم يبقى 0.17، صح؟ يبقى 0.17 ده اللي راح للتيشوز. انا بتكلم برضو، باكد تاني على الصوره الفيزيكال من الغاز، الصوره الدايبه، ماليش دعوه باللي بيتشال على الهيموجلوبين دلوقتي. الصوره الدايبه كل 100 ملي دم شرياني بيكون شايل 0.3 ملي، وكل 100 ملي دم وريدي بيكون شايل 0.13. يبقى الانسجه استهلكت الفرق ما بينهم اللي هم 0.17، يعني كل 100 ملي دم رايح للانسجه اخذت منه 0.17، فتبقى في الوريد من 0.3 0.13. دي الصوره ايه يا شباب؟ الصوره الفيزيكال. طيب بالنسبه بقى للصوره الكيميكال، وطبعا هي الصوره الاكبر، يعني انت معظم الاكسجين اللي في دمك محمول في الصوره الكيميكال اللي هي الصوره المرتبطه بالهيموجلوبين. طب الكميه المرتبطه بالهيموجلوبين قد ايه؟ قال لك لكل 100 ملي ارتيريال بلاد 19.5 ملي اكسجين محمولين على هيموجلوبين. في كل 100 ملي ارتيريال بلاد عندك 19.5 ملي اكسجين محمولين على الهيموجلوبين. تقريبا 98% من الاكسجين اللي رايح للانسجه بيبقى متشال على الهيموجلوبين. وانت عارف ان ارتباط الهيموجلوبين بالاكسجين ارتباط لوس. لوس يعني ايه؟ يعني ضعيف، بمعنى ان الاكسجين يقدر يرتبط بالهيموجلوبين وكمان يقدر يسيبه بسهوله. ده معنى كلمه لوس، الارتباط هنا ارتباط ضعيف، عشان خاطر اسمح ان انا امسك في الاكسجين واسيبه، يقدر الهيموجلوبين يمسك بسهوله وكمان يسيب بسهوله. وياكد لك تاني ويقول لك ان الاو 2 المتشال على الهيموجلوبين بيكونستيتيوت، يعني بيمثل المين سبلاي فور او 2 نيد اوف ذا تيشوز، الاحتياج الرئيسي للاكسجين اللي بتحتاجه الانسجه
جاي من الاو2 المحمول على الهيموجلوبين. وتعالى كده افتكر معاك شويه معلومات يمكن نكون اخذناها في 1-1. كل جزيء هيموجلوبين بيحتوي على 4 ذرات حديد بالشكل الفرس اللي هو FeO2 بوزيتيف، اللي هو الصوره المختزله من الحديد المتأين. وكل ذره حديد تقدر تتحد مع جزيء اكسجين، عشان كده كل جزيء هيموجلوبين يقدر يشيل 4 جزيئات اكسجين، لان كل جزيء فيه 4 حديد وكل حديد بيشيل اكسجين واحده، يبقى الاربعه يشيل 4، يعني جزيء الهيموجلوبين بحاله يشيل لك 4 اكسجين. ركز في اللي جايه دي. وجود الهيموجلوبين في دمك سمح ان دمك يشيل 65 مره الاكسجين عن اللي كان موجود في الصوره الفيزيكال. هتقول لي مش فاهم، بالراحه كده يعني تخيل كده، لو ما فيش هيموجلوبين كانت مقدره دمك على حمل الاكسجين هتكون ضعيفه جدا، وكان هيبقى معظم الاكسجين اللي في دمنا في الصوره الفيزيكال. فوجود الهيموجلوبين في الدم حسن او زود قدره الدم على حمل الاكسجين 65 مره عن الصوره الفيزيكال. عشان كده احنا قلنا ان الصوره الكيميكال هي الصوره الاهم في تغذيه الانسجه بالاكسجين. الانسجه بتعتمد بشكل رئيسي على الاكسجين اللي جاي لها من الهيموجلوبين. يبقى اول حاجه درسناها في الاو 2 ترانسبورت الاشكال التي يحمل بيها الاكسجين في الدم، الفيزيكال والكيميكال. اي سؤال في الجزئيه دي دكتور؟ يعني الفيزيكال برضو بتدي للتشو؟ بس طبعا نسبتها في تغذيه التشوز بالاكسجين نسبه ضئيله جدا لا تقارن باهميه الهيموجلوبين. عشان كده احنا اكدنا وقلنا ان تقريبا 98% من احتياجات الانسجه او الخلايا للاكسجين بتحصل عليها عن طريق الهيموجلوبين اللي هي الصوره الكيميكال. تمام، شكرا يا دكتور. العفو. ايه تاني يا شباب؟ دكتور ممكن تشرح ليا 0.17 اللي هي متبقيه من الفرقين؟ بص، انت كل 100 مللي شريان فيهم 3/10 اكسجين دايبين، وكل 100 مللي وريد عندك 0.13، يبقى الفرق ما بينهم 0.17. راح فين بقى 0.17 ده؟ راح للأنسجة بسهولة. يعني الأنسجة كان رايح لها من كل 100 مللي ارتيريال بلد رايح لها 0.17. طب جبناها منين او حسبناها ازاي؟ طرحت 0.3 ناقص 0.13، يبقى الأنسجة اخذت من كل 100 مللي دم شورياني اخذت 0.17 مللي اكسجين. ماشي، شكرا. العفو. اوكي شباب، دكتور معلش ممكن تعيد الجزئيه دي تاني؟ كل 100 مللي دم شرياني شايل 3/10 اكسجين دايبين، وكل 100 مللي دم وريدي شايل 0.13، الفرق ما بينهم كام؟ 0.17. يبقى 0.17 دول هم اللي راحوا للانسجه، هم اللي اخذتهم الانسجه. سهله؟ ما ازاي الفرق بين 0.3 و 0.13 0.17؟ طلع الآلة الحاسبة كده واطرحهم. 0.3 ناقص 0.13، اطرح 0.3 ناقص 0.13 هيطلع كام؟ 0.17. اوكي، شكرا يا دكتور. عفوا. طيب بصوا، عندنا كيرف يعتبر من اهم الكيرفات، مش بس في الريسبيريشن، ده بالنسبه لنا في الفسيولوجي عموما، يعني اسمه O2 هيموجلوبين ديسوشيشن كيرف. كلمه ديسوشيشن يعني انفصال. الكيرف ده بيوضح العلاقه بين حاجتين. عندك على المحور، ثواني، عندك على المحور الافقي البي او 2 ضغط الاكسجين، وعندك على المحور الرأسي
نسبة تشبع الهيموجلوبين بالأكسجين. يعني من الآخر العلاقة اللي قدامك دي هي علاقة بين الصورة الفيزيكال متمثلة بالبي او 2 والصورة الكيميكال متمثلة بنسبة تشبع الهيموجلوبين بالأكسجين. الساتوريشن اوف هيموجلوبين وذ أكسجين. الكيرف اللي قدامك ده مبدئيا كده شكله غريب شوية. شكله تقريبا عامل او شبه حرف الاس الى حد ما، بنسميه اس شيبت او سيجمويد شيبت. فالسؤال اللي بيطرح نفسه الشكل الغريب ده جه منين؟ ليه الكيرف شكله سيجمويد او اس شيبت؟ بصوا انت عند الرئه الهيموجلوبين محتاج يرتبط بالاكسجين، بنسمي العمليه دي لودنج يعني تحميل. يعني الهيموجلوبين عند الرئه بيحمل بالاكسجين، والهيموجلوبين عند الانسجه بيفرغ حمولته، ده نسميه ان لودنج. حلو الكلام؟ يبقى عند الرئه لودنج، عند الانسجه ان لودنج. احنا لسه كنا بنقول في السلايد اللي فات ان كل جزيء هيموجلوبين بيحمل 4 اكسجين، بس الحقيقه سواء وهو بيعمل لهم لودنج او بيعمل لهم ان لودنج، دايما اول بيبقى اصعب شويه من تاني واحد، اصعب من تالت واحد، واسهل واحد يتعمل له لودنج او ان لودنج هو اخر واحد. بالراحه كده يعني نمسك اللودنج مثلا، اما يجي جزيء الهيموجلوبين يحمل باول اكسجينايه يمسك فيها بصعوبه الاول، تاني واحده يمسك فيها بسهوله شويه، تالت واحده بسهوله اكتر، واسهل واحده يمسكها هي اخر واحده. وكذلك في الانلودنج عند الانسجه، وهو بيعمل انلودنج اصعب اكسجينايه بيسيبها هي اول واحده، بيسيبها على حبه عينه، وبعد كده تاني واحدة يسيبها بسهولة أكتر، وتالت واحدة بسهولة أكتر وأكتر، وأسهل واحدة يسيبها للأنسجة هي آخر أكسجينية. فالكلام اللي أنا بقوله لك ده معناه إن قابلية اتحاد الهيموجلوبين أو جزيء الهيموجلوبين مع الأكسجين سواء في اللودنج أو في الأنلودنج بتختلف من أكسجينية للتانية، فده يغير لك في الكيميكال شيب بتاع جزيء الهيموجلوبين نفسه. يعني الكيميكال ستراكشر بتاع جزيء الهيموجلوبين نفسه هيتغير. فالكيرف لما يجي يترسم عمره ما يترسم خطي، يترسم لينير، يترسم بالمنظر اللي قدامك ده اللي بنسميه سيجمويد او اس شيب، لان قابليه اتحاده لودنج او الان لودنج مع كل اكسجينايه بتختلف من واحده للتانيه زي ما وضحت لك. فبالتالي الكيميكال شيب او الكيميكال ستراكشر بتاع الجزيء الهيموجلوبين نفسه هيتغير، فعمر ما الكيرف هيطلع بشكل خطي او خط مستقيم، هيطلع بالمنظر اللي قدامك ده اللي اسمه اس شيب او سيجمويد شيب. انا عايز اشرح لك الكيرف ده نقطتين. تعال نشوف الكيرف ده عند الرئه شكله عامل ازاي وعند التيشوز شكله عامل ازاي. طيب ضغط الأكسجين عند الرئة 100، أما يكون ضغط الأكسجين 100 نسبة التشبع بتكون 97%، وأما ضغط الأكسجين ينزل من 100 ل 60 التشبع نزل من 97 ل 90 بس. ونقف هنا شوية. حد ملاحظ حاجة في الكلام اللي أنا قلته ده؟ إن برغم إن الضغط قل بشكل ملحوظ الا ان التشبع ما قلش قوي. يعني اما الضغط قل من 100 ل 60 التشبع نزل كام في الميه بس؟ 7% بس. طب ايه مغزى الكلام ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ الكلام ده يا ابني معناه ان انت عند خفض ضغط الاكسجين هيظل هيموجلوبينك مشبع بدرجه كافيه بالاكسجين زي ما بيحصل في المرتفعات. يعني اللي انا وصفته لك دلوقتي ده يهمنا في الهاي التيتيودز في المرتفعات. ليه؟ لانه بيفسر لك ان برغم انخفاض ضغط الاكسجين من 100 ل 60 بحالهم الا ان التشبع نزل من كام لكام بس؟ من 97 ل 90. وده معناه ان الهيموجلوبين عند الرئه بيحب يمسك في الاكسجين،
يعني يفضل مشبع بالاكسجين بدرجه كبيره حتى لو ضغوطات الاكسجين بدات تنخفض شويه، يفضل متثبت في الاكسجين، يفضل ماسك فيه حتى لو ضغط الاكسجين في الدم بدا يقل. انا ممكن اشرح لك العكس، العكس تماما عند التيشوز. بص عند التيشوز ايه اللي حصل؟ عند ضغط اكسجين 40 التشبع نزل بقى 70، واما ضغط الاكسجين ينزل ل 20 زي ديورنج ريست مثلا التشبع نزل ل 30 مره واحده. الله، ده الموضوع مختلف تماما في الجزء الثاني ده. ده اما الضغط قل شويه، بص اما الضغط نزل من 60 ل 40 يعني نزل 20 ملم زي بقى، بس التشبع وقع كام؟ 20% بحالهم. ده مش بس كده، لما الضغط نزل من 40 ل 20 التشبع وقع من 70 ل 30% مره واحده. يعني اصبح دلوقتي اي انخفاض ولو بسيط في الضغط بيصاحبه انخفاض كبير في نسبه التشبع، وده يفسر لك ليه عند الانسجه الهيموجلوبين بيعمل انلودنج. ده يفسر لك ان عند الانسجه بيسيب الاكسجين فالتشبع بيقل، لان عند الانسجه الضغوطات قليله والتشبع قليل. عند الانسجه اي انخفاض في ضغط الاكسجين هيصاحبه انخفاض كبير في التشبع، وانخفاض التشبع معناه ان الهيموجلوبين بيعمل لودنج ولا انلودنج؟ انلودنج. الارقام دي مهمه قوي يا شباب. يبقى اما كان الضغط 100 التشبع كان 97، اما الضغط 60 التشبع 90. يعني الهيموجلوبين في الحاله دي مثبت، يعني ماسك بقوه في الاكسجين، وده بيحصل ات لانجز. عند التيشوز اي انخفاض بسيط في الضغط يصاحبه انخفاض كبير في التشبع. عند ضغط 40 تشبع 70%، عند ضغط 20 تشبع 30%. حتى لو تاخد بالك منظر الكيرف مختلف، يعني منظر الكيرف عند الرئه تقريبا فلات او هوريزونت افقي تقريبا، بس عند التيشوز الكيرف وقع مره واحده، نزل مره واحده بقى فيرتيكال، بقى راسي او بقى لونجيتودينال طولي. وده اللي بيفسره لك الكلام اللي انا قلته. عند الرئه اي انخفاض ولو كبير في ضغط الاكسجين بيصاحبه تشبع او انخفاض في التشبع بسيط، بس عند الانسجه اي انخفاض ولو بسيط في الضغط بيصاحبه انخفاض كبير في التشبع. يبقى الكيرف لما يجي يترسم عند الرئه يترسم هوريزونتال او فلات، ولما يجي يترسم عند التيشوز يترسم فيرتيكال او لونجيتيودنال. الجزء اللونجيتيودنال اللي من الكيرف بنسميه الستيب بارت اوف ذا كيرف. ستيب يعني فيرتيكال، الكيرف وقع مره واحده، لان اصبح دلوقتي اي انخفاض بسيط في التشبع سوري او في الضغط بيصاحبه انخفاض كبير في نسبه التشبع. اي سؤال في الجزئيه دي يا شباب؟ دكتور ده بيحصل في حاله الريست تيشو صح؟ تمام. طب في الاكسرسايز ليها كيرف تاني، وعند الاكسرسايز هتلاقي ضغوطات الاكسجين مش 20 طبعا، اقل، لان احنا قلنا المحاضره اللي فاتت ديورنج اكسرسايز عضلاتك بتحتاج تستهلك اكتر، فتستهلك من الصوره الفيزيكال، فتلاقي ال 20 دول بقوا 10 مثلا، بقوا 5، فالتشبع يقل كمان هو اكتر. تمام يا دكتور. عشان اي سؤال في الجزئيه دي؟ طب ممكن نختم مع بعض هنا بحاجه؟ انت كل 100 مللي دم شرياني شايل قلنا 19.5 مللي اكسجين عن الهيموجلوبين، صح؟ طب وازود لك كمان رقم، كل 100 مللي دم وريدي شايل 14 مللي اكسجين محمولين على الهيموجلوبين. الفرق ما بينهم كام؟ 5.5. نقول تاني، كل 100 مللي دم شرياني شايل 19.5 مللي
على الهيموجلوبين، وكل 100 ملي دم وريدي شايل 14.5 ملي اكسجين محمولين على الهيموجلوبين، يبقى الفرق ما بينهم 5.5. ال 5.5 ده برضه هو اللي راح للانسجه. حلو الكلام. انا عايز بس دلوقتي كده انهي معاك واقول لك احنا جبنا او حسبنا ازاي 19.5 وحسبنا ازاي ال 14 بتوع الاورده. بتوع الشرايين ضربنا 15 في 1.33 في 97%. اقول لك ليه؟ انت تركيز هيموجلوبينك تقريبا 15 جرام في المية، واخدنا في 1-1 ان كل جرام هيموجلوبين وهو مشبع بالكامل بالاكسجين بيشيل 1.33 ملي اكسجين. فلو ضربت 15 في اللي بيشيله كل جرام اللي هو 1.33 في نسبة التشبع بتاعت الدم الشريان اللي هي 97%، احسبها كده هتطلع لك 19.5. فعلا كل جرام بيشيل 1.33 واحنا عندنا 15 جرام، اضرب 15 في ال 1.33 في نسبة التشبع اللي هي 97% تطلع لي 19.5 فعلا. وبنفس الطريقة اقدر احسب لك ال 14 بتوع الدم الوريدي، اضرب ال 15 في ال 1.33 في نسبة تشبع الدم الوريدي اللي هي 70% اللي هي 0.7 هتطلع لك 14 ملي اكسجين. يبقى كل 100 ملي دم شرياني بيشيل 19.5 ملي اكسجين، وكل 100 ملي دم وريدي بيشيل 14. يبقى الانسجه استهلكت من كل 100 ملي شريان قد ايه؟ 5.5. وعلى فكره كل الارقام اللي بنقولها دي ارقام الريست، ده اللي بيحصل ديورينج ريست، يعني وذاوت اكتيفيتي او وذاوت اكسرسايز. مفهوم الكلام ده ولا صعب يا شباب؟ اي سؤال في الجزئيه دي اتفضلوا. دلوقتي يا دكتور احنا قلنا قبل كده انه اللي عوض السولابيليتي بتاعت الكربون دايوكسيد ان هي اكتر من الاكسجين، انه الاكسجين بيتشال فيزيكال مش كيميكال زي الكربون دايوكسيد. طب هو مش لا لا ثواني لا ثواني انا ما قلتش كده خالص. اولا الصوره الفيزيكال اللي بيحمل بيها الاكسجين او اللي بيحمل بيها الكربون دايوكسيد هي الصوره الاقل فيهم، يعني الكربون دايوكسيد في دمنا محمول ملي في شكل بايكربونات مش فيزيكال، والاكسجين محمول في شكل او محمول في شكل كيميكال يعني متشال على هيموجلوبين مش فيزيكال. دايما الصوره الفيزيكال هي الصوره الاقل. اتفضلي معاكي قولي. يعني دلوقتي هو ايه اللي عوض بالظبط انه الكربون دايوكسيد كان اعلى في السولابيليتي، ايه اللي عوض بقى ان الاكسجين بقى الديفيوجن بتاعه اعلى؟ لا مش هو مش فكره ايه اللي عوض ان الاوتو بقى اعلى، فكرة هما ليه في النهاية الاثنين بيحصل لهم اكسشينج في نفس التوقيت وبنفس السرعة. ودي ختمت المحاضرة اللي فاتت، ان معظم الكربون دايوكسيد بتاعنا متشال في شكل بايكربونات مركب كيميائي، فالبايكرب ده عشان خاطر يتكسر عند الرئة ويديني CO2 والCO2 يحصله ديفيوجن ويروح للرئة ده بياخد وقت، فيعوض النسبة اللي هو كان كاسب بيها الاكسجين في الاول اللي هي الدوبان. عشان كده قلت لكم المحاضرة اللي فاتت في الاخر الاثنين بيطلعوا حبايب، يعني لا الاو 2 هيتحرك اسرع ولا السي او 2 هيتحرك اسرع، الاثنين فيما بينهم ايكوليبريم، هيحصل لهم اكسشينج بنفس السرعه وفي نفس التوقيت. تمام. اي سؤال يا شباب؟ لو سمحت دلوقتي هو لو الضغط اقل من 160 فدلوقتي ساتوريشن التشبع هيقل كمان، هو الضغط هيقل بالبوث كيميكال اند فيزيكال؟ الضغط لما يقل فيزيكال يقل كيميكال، لان الصوره الفيزيكال هي اللي بتحدد لك الكيميكال. ما صحيح الصوره الفيزيكال من الغاز هي الصوره الاقل، احنا متفقين، ولكنها صوره مهمه، لان احنا قلنا ان الصوره الفيزيكال بتحدد لي ضغط الغاز، وضغط الغاز بيحدد لي اتجاه حركته هيتحرك من فين لفين. ده مش بس كده كمان، ده لولا الفيزيكال مش هيكون الكيميكال اصلا. يعني اللي بيمكن الهيموجلوبين ان الاكسجين اصلا دايب في الدم. يعني تخيلي كده لو احنا عندنا هيموجلوبين في الدم من غير ما يكون فيه اكسجين دايب، طب ما هو هيشيل ايه؟ يعني الصوره الفيزيكال برغم انها قليله الا انها مهمه جدا طبعا. تمام شكرا. العفو. ايه تاني يا شباب؟
أي سؤال تاني؟ لا تمام يا دكتور، احنا معانا محاضرة بايو حاليا. انتوا عندكم محاضرة تانية دلوقتي؟ أيوة يا دكتور. طيب اه يا اوكي دكتور عندي. طيب تمام، احنا هنكتفي بالجزئية دي النهاردة، وان شاء الله زي ما قلت لكم هبلغ دكتور عمران ودكتور هاني بيها، واشوف هم هيقولوا لي يا اما نقف لحد كده في الميد ترم، يا اما يقولوا لي لا هنكمل كمان محاضرة الاسبوع اللي جاي، على حسب ما هم يبلغوني ان شاء الله. تمام، خير إن شاء الله. تمام تمام يا دكتور. ان شاء الله على خير، تفضل، ربنا معاك. دكاترة انت واضح عندكم دلوقتي الباوربوينت ولا راحت؟ لا واضحة يا دكتور. تمام كده واضحة؟ اه واضحة ظاهرة يا دكتور. طيب تمام، احنا دلوقتي عايزين نعرف بقى، قلنا ايه الاسباب اللي بتقلل الافينيتي وبالتالي بيخلي الهيموجلوبين يسيب الاكسجين للتيشو اللي هو في احتياج له، واتفقنا كلنا انه ده بيحصل في اثناء الاكسرسايز. في اثناء الاكسرسايز يا جماعة درجة الحرارة بتاعت الجسم علشان العضلة بتكونتراكت فبتطلع حرارة، بتطلع هيت. في اثناء الاكسرسايز احنا عندنا ده كل الميتابولايتس اللي بتطلع معظمها بيبقى اسيدك، يعني بتزود الهيدروجين، يعني معناها ان البي اتش بتبقى قليله، الحاله اللي احنا بنسميها اسيدوزس. لما الواحد بيعمل اكسرسايز عشان يجيب طاقه بيكسر الجلوكوز الاول في غياب الاكسجين بعمليه اسمها الجلايكوليز، فوسفوجليسرايد او بيسموها الدي بي جي، اختصارها دي بي جي. كمان بيزيد الكربون دايكسايد، لانه المفروض انت وانت بتعمل رياضه بيزيد البرودكشن بتاعت السي او 2، بيزيد استهلاك الاكسجين. فالاربع حاجات دول اللي هم زياده التمبريتشر وزياده الهيدروجين كونسنتريشن اللي هو مقصود بيه لو بي اتش وزياده الدي بي جي وزياده الكربون دايكسايد بيعملوا لنا ايه؟ شيفتنج للكيرف للرايت. يعني ايه شيفت بقى للرايت؟ يعني معناها ان انا عندي عند اي اكسجين تنشن انت شايفه في البرسنتج ساتوريشن بتاعت الهيموجلوبين ويز اكسجين بتبقى اقل من الطبيعي، يعني في less هيموجلوبين بيبايند للاكسجين. ودي قلت ميزه، يعني انا دلوقتي لو خدت اكزامبل بصوا كده معايا، الاسود ده الكيرف الطبيعي كويس، لو انا خدت مثلا سي عند ضغط 40 كويس، بصوا على الاسود المفروض البرسنتج ساتوريشن تقريبا عند 60، لكن لو انا خدتها في الكيرف الثاني ادي ال 40 اهو، لو وصلت هنا هلاقي انه البرسنتج ساتوريشن بقت 50. عند اي ضغط للاكسجين في less hemoglobin bound للاكسجين، وده قلنا انه في مصلحتنا علشان الهيموجلوبين يسيب الاكسجين للتيشو اللي هو في احتياج له. فاذا دول الاربع عوامل اللي بيعملوا شيفتنج للرايت وبالتالي بيقللوا الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين فبيزيب الاكسجين بسهوله للتيشو. العكس بقى صحيح، لو انت قاعد مرتاح وما بتعملش اي مجهود فبالتالي انا مش محتاجه، او التيشوز كانسجه يعني مش محتاجه الى اكسجين، فبالتالي الهيموجلوبين هيفضل ماسك في الاكسجين، يبقى اذا هيعمل انكريز الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين للاكسجين. دي بتعمل لنا شيفتنج للكيرف تو ذا ليفت. يعني ايه شيفت للكيرف تو ذا ليفت؟ يعني هنا بقى عند اي اكسجين تنشن هلاقي كميه الهيموجلوبين الاكسجين اللي ماسكه في الهيموجلوبين اكتر من النورمال. تعالوا برضو نشوف، لو احنا خدنا نفس الضغط ده عند 40 قلنا بالنسبه للطبيعي بيبقى البرسنتج ساتوريشن قول مثلا حوالي 60، لكن لو انا خدتها في الكيرف الثاني ده عند ال 40 اهو، هنا
هلاقيها انها عالية لغاية 70. يبقى في اي اكسجين تنشن مور هيموجلوبين ماسك في الاكسجين، لان انا في مرحلة ريست فتيش ومش في احتياجها الى هذا الاكسجين، فبالتالي يظل ماسك في الهيموجلوبين. الحاجات دي هي عكس الكلام اللي احنا قلناه في الحاجات اللي بتعمل شيفت للرايت، يعني نقص الحرارة لانك مستريح ما بتعملش اي مجهود. الهيدروجين طبعا قليل في جسمك لان احنا جسمنا كل الوسط بتاعه قلوي، لانه احنا عندنا مفيش دلوقتي ميتابوليزم شغال، فمفيش اسيدز بتطلع، فالبي اتش عاليه اللي هو الالكالوزس. الدي بي جي مش موجود لانه العظمه مش محتاجه، ما بتاخدش طاقه فما بتكسرش الجلوكوز. الكربون دايكسايد واطي لان احنا قلنا مفيش برودكشن للكربون دايكسايد لاننا في مرحله ريست. فاذا كل الحاجات دي بتعمل شيفت للليفت، يعني بتزود الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين للاكسجين، او بتعمل حاجه اسمها قلنا اللودنج، او بتعمل انكريز افينيتي للهيموجلوبين للاكسجين. يبقى دي يا جماعه الفاكتورز اللي بتعمل شيفت للرايت وشيفت للليفت، وعرفنا يعني ايه شيفت للرايت ويعني ايه شيفت للليفت واهميه كل واحد بالنسبه لهم. ولو احنا لاحظنا انه كلامنا كله في الشيفت بيبقى مهم في الستيب بارت اللي هو جزء في التيشوز، لانه التيشوز او الانسجه هي اللي في احتياج لاكسجين اثناء الاكسرسايز، وهي اللي مش محتاج له في اثناء الريست. الشيفت عند الجزء الفلات ده يكاد يكون منعدم. فالقصه دي بتاعه الفاكتورز افكتنج الافينيتي. هنزود بقى في الحاجات اللي بتعمل شيفت للليفت، يعني بتزود الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين للاكسجين، حاجتين كمان مش مذكورين في القصه بتاعت نقص الافينيتي. ايه هما بقى الفاكتورز دول؟ عندي الكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد او اول اكسيد الكربون ده جاز بيعتبروه هو الموست فيتال جاز اول اوفر ذا وورلد، يعني اكتر جاز مميت في العالم. ده اللي بيطلع اثناء فتره الحرائق، او اللي هو الغاز اللي منبعث من العربيات، من عوادم العربيات المواصلات والحاجات دي. الكربون مونوكسيد ده بيعمل الاتي: اولا يكون موجود ما بيخليش الهيموجلوبين يمسك في الاكسجين، كويس. واحنا قلنا ان الهيموجلوبين او الاكسجين اللي ماسك في الهيموجلوبين ده المين سبلاي في اكسجين للتيشو، لانه الفازيكالي ديسولفد ده كميه قليله جدا، يعني ما تكفيش خالص لاحتياجات الجسم. فيبقى اذا انا كده حرام لي الانسجه من الاكسجين. ثانيا ان الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين، يعني قابليه الهيموجلوبين انه يتحد مع الكربون مونوكسيد، تقريبا 200 الى 210 مره اكتر من قابليته انه يتحد مع الاكسجين. يبقى طبيعي لما يكون موجود الكربون مونوكسيد ده ويكون موجود الاكسجين، الهيموجلوبين هيمسك في الكربون مونوكسيد وهيسيب الاكسجين. مش بس كده، ده الكميه الصغيره بتاعه الاكسجين اللي قدرت تمسك في الهيموجلوبين في وجود الكربون مونوكسيد، الكربون مونوكسيد هيخليه الهيموجلوبين ما يسيبهاش، يفضل ماسك فيها، يعني بيزود الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين للاكسجين، او يعمل شيفت للكيرف ناحيه الليفت. علشان كده احنا عندنا بما ان هو اتحد مع الهيموجلوبين فما خلاش الاكسجين يمسك فيه، يبقى مفيش اكسجين رايح للانسجه. ده مش بس كده، ده الكميه اللي قدرت تمسك في الهيموجلوبين مش قادره تفك منه عشان تدي الاكسجين بتاعها للانسجه. يبقى في سيفير هايبوكسي لكل الانسجه بتاعه الجسم بما فيهم البرين. عشان كده العيان ده بيدخل في كوما، يبقى كوما توست. دي على فكره ميزه، لانه في الحريقه انت عارف ان النار لما بتمسك في حد بتبقى مميت، يعني بين طبعا رهيب، لكن لرحمه ربنا سبحانه وتعالى خلى انه هذا الجاز يعمل ديكريس في الاكسجين لكل الانسجه بما فيهم البرين، عشان الواحد لما يدخل في كوما ما يحسش بالألم ويموت في لحظتها، بيتوفى ربنا بيموته في نفس اللحظة اللي حصل فيها الحريقة دي. الفكرة بتاعة الكربون مونوكسيد، يبقى الكربون مونوكسيد من ضمن الأسباب اللي بتعمل شيفتنج للكيرف تو ذا ليفت. عندنا كمان فاكتور مهم جدا اللي هو الفيتال هيموجلوبين. كلنا عارفين انه اول ما البيبي بيتولد بيبقى عنده نوع من الهيموجلوبين بنسميه الهيموجلوبين اف، او بنسميه الفيتال هيموجلوبين، وده بيفضل معاه 4 ل6 شهور الى ان يتبدل ويتحول الى الادلت هيموجلوبين او الهيموجلوبين ايه. الفيتال ده بيبقى عنده بدل 2 الفا و2 بيتا اللي موجودين في الادلت. احنا عارفين ان طبعا الهيموجلوبين خدته في سنه اولى انه الهيموجلوبين ده عباره عن جزء جلوبين اللي هو البروتين، وده 4 بوليبيبتايد تشين، 2 الفا و2 بيتا. في الفيتال هيموجلوبين بدل البيتا بيبقى فيه حاجه اسمها الجاما،
جاما تشي، يبقى في 2 الفا و2 جاما. البيبي دايما وهو في الرحم بيبقى عنده some sort of hypoxia، يعني كمية الأكسجين اللي بتبقى واصلة له بتبقى أقل من الطبيعي. طب ما احنا قلنا ان الهايبوكسيا دي بتعمل ايه؟ بتعمل تكسير للجلوكوز بمعزل عن الأكسجين، يعني من غير وجود الأكسجين عشان تدينا الدي بي جي. يبقى إذن الفيتس عنده زيادة في الدي بي جي، ولكن ربنا خلق انه الفيتال هيموجلوبين معمول من 2 الفا و2 جاما، الجاما لا يتحد مع الدي بي جي. ما دام ما بيتحدش مع الدي بي جي يبقى اذا هيفضل ماسك في الاكسجين، فهيعمل شيفتنج للكيرف ناحيه الليفت او هيزود الافينيتي بمعنى اخر لاوف هيموجلوبين للاكسجين. عارفين بقى الادلت عنده 2 الفا و2 بيتا، البيتا عندها افينيتي للدي بي جي، يعني لما الدي بي جي ده بيتكسر و لما الجلوكوز قصدي بيتكسر ويطلع دي بي جي يمسك في البيتا بقى تشين بتاعه الادلت هيموجلوبين بتاعه المازر، كويس؟ فتبتدي لما المازر الهيموجلوبين او البيتا تشين تمسك في الـ في الـ في الدي بي جي تسيب الاكسجين بتاعها للبيبي او للفيتس. فاذا الفيتال هيموجلوبين عنده هاي افينيتي للهيموجلوبين للاكسجين انا اسفه، فبيعمل شيفتنج للكيرف تو ذا ليفت، وده بسبب ان هو مكون من 2 الفا و2 جاما مش البيتا. الجاما لا تتحد مع الدي بي جي اللي هو الدايفوسفوجليسرايد، وبالتالي بتفضل ماسكه في الاكسجين، وبالتالي بتعمل شيفتنج للكيرف تو ذا ليفت. يبقى انا كده زودت تو فاكتورز في الشيفت تو ذا ليفت، او الحاجات اللي بتزود الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين للاكسجين. واضح الفاكتورز دي ولا فيها حاجه صعبه؟ دكتور هو دلوقتي لما في الكربون مونوكسيد ازاي هيخليه شيفت للليفت؟ هو مش المفروض الدكتور يعني الجسم عايز اكسجين ليه يمسك فيه؟ عشان كده ميزه، ده عيب مش ميزه، هو ده عيب ان الكربون مونوكسيد. قلت لك القابليه بتاعه الهيموجلوبين ان يمسك في الكربون مونوكسيد 200 مره اقل الاكسجين، فيسيب الاكسجين ويمسك فيه الكربون دايكسيد، بس الكميه الصغيره اللي مسكت الكربون مونوكسيد ده بقى سخيف، هيخلي حتى كميه الاكسجين اللي مسكت في الهيموجلوبين لما التيشوز يكون عايزها ما تفكش من الهيموجلوبين، تفضل ماسكه فيه. عشان كده هو بيعمل شيفت للليفت، فده عيب للكربون مونوكسيد مش ميزه. ما احنا عارفين ان التيشو محتاجها، بس هو مش هيخليه ياخدها. تمام. في اي اسئله في الجزء ده قبل ما انقل بعده؟ دي رسمه لنفس الكلام اللي احنا قلنا، هي الحاجات اللي بتعمل شيفت للرايت اهي، اللي هو في الاكسرسايز واحد بيلعب رياضه، فانت عندك الحراره زادت، البي اتش قل اللي هو الهيدروجين زاد، الكربون دايكسايد زاد، الدي بي جي زاد، فكل دول خلوا لنا الكيرف بدل ما هو اللي معمول باللون ده نزل بقى شيفتد للرايت، فبالتالي قلت انه الهيموجلوبين بيمسك اقل في الاكسجين فبيسيب اكسجين للتيشو، وده اللي احنا محتاجينه في اثناء فتره الاكسرسايز. ايه رايكم بقى في الامتحان ده؟ ده حاجه بسيطه قوي كده، حد بقى يجاوبني فيه. البلو كيرف ده يمثل النورمال، يبقى الجرين يمثل ايه والريد يمثل ايه؟ عايزه حد يجاوبني. يلا يا شباب، لو جالك الكيرف ده في الامتحان الجرين يمثل ايه والاحمر يمثل ايه؟ الجرين شيفت تو ذا ليفت يا دكتور. ايوه الجرين تو ليفت. ايوه ليه بقى؟ يعني معناها ايه؟ الافينيتي زايده ولا واطيه؟ زايده. برافو عليك، يعني معناها ان هو الافينيتي زايده، يعني مش هيدي اكسجين للتيشو. طيب الكيرف الاحمر شيفت تو ذا رايت. برافو عليك، بس ده بقى الافينيتي قليله ولا عاليه؟ قليله. وده اللي بيحصل قلنا في اثناء الاكسرسايز علشان يسيب الاكسجين الى التيشوز. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف بقى ده برضو اكزامبل على شيفت تو ذا ليفت، الكيرف النورمال اهو، قلت لكم ده اللي هو الماتيرنال هيموجلوبين اللي هو بتاع المذر، ده اكزامبل. ما احنا عارفين الام دي ادلت يبقى عندها 2 الفا و2 بيتا، يبقى البيتا يمسك مع الدي بي جي فيسيب الاكسجين للبيبي، لكن البيبي بقى ده
عنده 2 الفا و2 جاما، فالجاما ما تمسكش في الدي بي جي وبالتالي تمسك في الاكسجين وتفضل ماسكه فيه، فتخلي الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين للاكسجين تزيد، فتعمل شيفتنج للكيرف تو ذا ليفت. فالكيرف الاخضر ده بتاع الفيتال هيموجلوبين، بينما الاحمر بتاع الماتيرنال يعني الادلت هيموجلوبين. عايزين بقى نشوف المايوجلوبين. المايوجلوبين ده هو عباره عن الصبغه الحمراء اللي موجوده في العضلات. ما هو الهيموجلوبين هو الصبغه الحمراء اللي موجوده في الدم، والمايوجلوبين هي الموجوده في المصل. المايوجلوبين بيختلف شوية عن الهيموجلوبين في حاجة. الهيموجلوبين قلنا فيه 4 ايرون، 4 ذرات من الحديد، وكل ذرة تقدر تمسك في موليكيول من الأكسجين. يبقى أنا عندي كل موليكيول من الهيموجلوبين يقدر يمسك في 4 ذرات حديد. عشان كده قلنا إنه فيه gradual saturation، يعني أنت عندك لما بيكون التنشن واطي مثلا بيبقى فيه موليكيول واحد ماسك في الهيموجلوبين، بيبقى ماسك او الحديد بيبقى ماسك في واحد اكسجين موليكيول، تزود التنشن شويه يمسك في الثاني، تزود التنشن شويه يمسك في الثالث، تزود التنشن شويه يمسك في الرابع. فعمليه الساتوريشن بتاعه الهيموجلوبين والاكسجين بتبقى جراديوال كويس. لكن المايوجلوبين بقى ما عندوش غير فيرس يعني ايرن ذره حديد واحده بس، وبالتالي يمسك في اكسجين موليكيول واحد بس. فيا اما هذا المايوجلوبين يبقى فولي ساتوريتد يعني يمسك ماكسيمالي في الاكسجين في الذره دي، يا اما يبقى فولي ديسوشيتد يعني ما يمسكش في الاكسجين في المولكيول الاكسجين دي، ما فيش جراديوال ساتوريشن ولا جراديوال ديسوسيشن، ده يمسك يا ما يمسكش. الكيرف بتاع المايوجلوبين ما بيبقاش اس شيب زي بتاع الهيموجلوبين. احنا قلنا الهيموجلوبين اس شيب لانه في اللنج لما بيبقى فيه فول ساتوريشن التغيرات اللي في البريشر ما يعادلهاش غير تغيرات بسيطة جدا في البرسنتج ساتوريشن، لكن في الجزء اللي فيه لو بريشر كل تغير في الضغط يقابله تغير في البرسنتج ساتوريشن. لكن بالنسبة بقى للمايوجلوبين بيسموه حاجة اسمها ريكتانجلر هايبربولا. يعني ايه ريكتانجلر؟ يعني شكله عامل زي المستطيل شوية. المايوجلوبين ده اعتبروه انه مخزن صغير للأكسجين، يفضل يخزن في الأكسجين during rest الى انه التنشن ينزل جدا جدا جدا، الواحد بيعمل هافي اكسرسايز يبتدي مره واحده المايوجلوبين يروح سايب كل الاكسجين اللي موجود فيه فينزل فيري رابيد، يبقى يفضل ماشي هوريزونتال لغايه فيري لو اكسجين تنشن 20 او اقل كمان من 20. ده معناه انه الواحد ده في سيفير ماسل اكسرسايز بدليل ان هو استهلك اكسجين كله اللي موجود، فبالتالي خلاص التنشن نزل قوي، يبتدي بقى المايوجلوبين يروح سايب الاكسجين بتاعه مره واحده فينزل فيري رابيدلي. فهو اول معلومه عنه انه في واحد بس اتوم ذره ايرون واحده، وبالتالي بيتحد مع بس واحد موليكيول من الاكسجين، مش زي الهيموجلوبين بيتحد مع اربعه، وبالتالي يا اما يبقى الساتوريشن بتاعه فول يا اما ما يبقاش ساتوريتد خالص، يبقى ديسوشيتد يعني يسيب يمسك في الذره دي ما يمسكش فيها. التاني معلومة ان الكيرف بتاعه ما هوش اس شيب زي بتاع الهيموجلوبين، لكن شكله ريكتانجلر هايبربولا، يعني يفضل هوريزونتال يفضل ماسك في الاكسجين بتاعه لغاية اخر نفس، لغاية لما التنشن ينزل قوي، يبقى ده بيحصل اونلي في حالة السيفير اكسرسايز، فيبتدي يسيب الاكسجين بتاعه فينزل ماركتلي او صادني ينزل على طول فيري رابيد. طب ليه هو بيعمل كده؟ لان احنا قلنا انه ده مخزن صغير للاكسجين، بيخزن الاكسجين في فترات الراحه ويفضل محتفظ بهذا الاكسجين لغايه لما دلوقتي العضله دخلت في سيفير اكسرسايز، فبدات كل المخزون بتاعها بتاع الاكسجين اللي موجود في الهيموجلوبين خلص، ما بقاش عندها اكسجين. ليه؟ لان العضله وهي في حاله اكسرسايز بتبقى كونتراكتنج، فكونتراكتنج يعني معناها تعمل سكويزنج للبلاد فيسلز، هتضغط على الاوعيه الدمويه، فما فيش دلوقتي دم واصل للعضله اللي بتكونتراكت بالكميه الكفايه، فكميه الاكسجين اللي واصله من الهيموجلوبين قلت جدا او خلاص خلصت. فيبتدي هو بقى المخزن ده يطلع المخزون بتاعه اللي هو الاكسجين للعضله علشان يديها الكفايه بتاعتها، وبعد كده في الريست يرجع بقى يلم الاكسجين بتاعه تاني من البلاد ويبتدي يحتفظ بيه مره تانية الى ان يحتاجه الجسم تاني في حالات السيفير اكسرسايز. فده الكيرف بتاع المايوجلوبين. يبقى المايوجلوبين قلنا بيبقى فيه واحده اير،
قلنا بتتحد مع 1 اكسجين مولكيول يا تبقى كومبليتلي ساتوريتد يا تبقى كومبليتلي ديسوشيتد. الكيرف بتاعه شكله ريكتانجولر يعني بيفضل محتفظ بالاكسجين, فيفضل الكيرف ده هوريزونتال لغايه فيري لو اكسجين ليفل, بعد كده يسيبه مره واحده فيبتدي ينزل سادنلي. حاجه ثانيه ان هو ما بيديش الاكسجين بسهوله الا في حاله لما بيكون في سيفير اكسرسايز وكل مخزون الهيموجلوبين خلص, فيبتدي يحصل انه الهيموجلوبين يدي الاكسجين بتاعته بالتالي قلنا بيدسنت فيري رابيدلي, عشان كده بيسموه مخزن او ريزرفوار للاكسجين. مفهوم يا جماعه ولا في برضو اي سؤال في قصه الديسوسيشن كيرف بتاع المايوجلوبين؟ تمام تمام تمام. ها في حاجه سؤال؟